جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد تم خلال الاتصال بحث العلاقات الاخويه والتاريخيه بين مملكه البحرين والمملكه الاردنيه الهاشميه والتطورات الاقليميه الراهنه كما تم التاكيد خلال الاتصال على ادامه التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك